إذا للحديث عن استمرار أزمة الكهرباء والغضب الشعبي المتزايد من تعاطي الحكومة في بغداد مع الأزمة في ظل القمع المميت الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد أبناء الرافدين، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب السياسي عبد الكريم البياتي. أستاذ عبد الكريم، مرحبا بكم. يعني الغضب الشعبي كما ترون يتصاعد من تردي خدمة الكهرباء في العراق، لكن السؤال المطروح هنا، كيف ترى تعاطي الحكومة الأمني مع الأزمة ومع الغضب الشعبي الذي أفضى حتى الآن إلى شهيدين وعدد لا يستهان به من الجرحى؟ في البداية أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ. من يقرأ عن العراق أنه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ورابع احتياطي بالعالم، نعم، يستغرب أن هذا البلد كيف يستجدي الكهرباء من جيرانه ويستورد الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهربائية. فتعاطي الحكومة الأمني مع أبناء الشعب العراقي من خلال هذه الأزمة والأزمات التي سبقتها هو التعامل بمبدأ الكيل بمكيالين، كون الحكومة ميليشياوية للنخاع وإن تسترت بعباءة الاستقلالية، والدليل على ذلك هو تقييم التعامل الحكومي مع الناصر مطلقي الكاتيوشا أو زارعي العبوات الناسفة ومطلقي الطائرات المسيرة ومسؤولي الاغتيالات للناشطين والكتاب والأحرار والمثقفين. فمن تم كشفه من هذه العناصر المجرمة يتم تهريبه إلى خارج البلد وتبرئته قانونيا بقرارات قضائية مسيسة، ويتم إطلاق سراحه ومنحه الحرية المطلقة كما حصل مع قاسم مصلح وغيره من عناصر الميليشيات. ومن يطالب بحق من حقوق العيش يرفع بوجهه السلاح المشترى بأموال الشعب لإردائه قتيلا أو إيذائه. فلو كانت هنالك دولة مؤسسات ونظام قضائي عادل لتم الردع لمثل هكذا حالات، فمن آمن العقاب أساء الأدب. فحياة مواطن عراقي خرج المطالبة بحق من حقوقه هي أغلى وأسمى أن تنهى على يد جزار لا يعرف أين ومتى وكيف يحل الأزمة المستمرة لأكثر من 18 عاما مضت. يعني 18 عاما على احتلال العراق، العراقيون ينتظرون حل أزمتهم مع قطاع الكهرباء، لكن هنا يعني ما الذي يحول دون حل الأزمة رغم المليارات التي أنفقت على قطاع الكهرباء؟ آخر إحصائية تشير إلى إنفاق الحكومة على الكهرباء 81 مليار دولار. ما الذي يحول دون حل هذه الأزمة أستاذ عبد الكريم؟ أخي العزيز، من يريد حل أزمة الكهرباء في البلد يجب أن يبعد المحافظة الطائفية والحزبية عن هذا الملف ويعتمد أسلوب التخطيط والتقدير الطويل الأمد عبر مشاريع مدروسة مسبقا، نظرا لكون هذا المطلب هو حق من حقوق الإنسان في العيش وهو مطلب مستمر، وإسناد هذه الوزارة إلى شخصية مهنية مستقلة فعليا وليس شكليا كما حدث سابقا في تشكيل حكومة الكاظمي ومن قبله، ويجب أن يكون مشهود لهذه الشخصية بالمهنية والنزاهة والكفاءة، ويتم بعدها اختيار كادر فني ومهني ومدراء من ذوي الخبرة والاختصاص مستقلين عن كل انتماءات الحزبية والميليشياوية، بالإضافة للتعاقد مع شركات رصينة لها خبرة في هذا المجال، بالإضافة لتوفير وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للحكومة في هذا المجال ولهذا الملف. ولو أرادت الحكومة إنهاء هذا الملف لاستفادت من التجربة المصرية في التعاقد مع شركة سيمينز الألمانية في بناء 3 محطات استطاعت منه تحقيق فائض من الطاقة الكهربائية خلال فترة زمنية قصيرة وبيعها إلى العراق كما يحدث الآن حاليا. أستاذ عبد الكريم، تفجيرات مستمرة تستهدف الأبراج الموصلة للكهرباء في هذه الفترة تحديدا، هل من علاقة بين قتل المتظاهرين أمس وتفجير أبراج الكهرباء ومحطات الكهرباء اليوم؟ بمعنى آخر، لصالح من هذه التفجيرات تحديدا؟ أخي العزيز، أن هذه التفجيرات تحمل الطابع السياسي البحت، فنظرا لرغبة الشعب العراقي في الانفتاح على محيطه العربي ومد يد الأخوة والتعاون مع جيرانه لتجاوز هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من 18 عام، مما أثار هذا التحرك حفيظة جارة شر إيران والتي قامت بدورها تحريك الطرف الثالث من ميليشياتها ومواليها المنتشرين في الشارع لغرض إهلاك شبكة الطاقة الكهربائية وخطوطها وإثارة الشارع العراقي وتحريكه لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي وطمس أي محاولة للتقارب العراقي العربي، وبالنتيجة لكي لا يستفاد الشعب العراقي من الربط مع خط مصر والأردن ولا الربط مع المملكة العربية السعودية، وتظل إيران المتحكم الوحيد ورقتي الضغط على الحكومة العراقية ألا وهي الماء والكهرباء، بالإضافة للفائدة المادية من بيع الكهرباء والغاز للعراق، وخاصة أنها محاصرة وتحتاج للعملة الصعبة لتغطية صفقاتها.
من ستوكهولم الكاتب السياسي عبد الكريم البياتي، شكرا جزيلا لكم.